تعالوا نبدأ ونشوف إزاي. أول حاجة خالص هنعملها هنمسك عند السمكتين دول هنفتحهم بس من الظهر. يلا بالمقادير. يلا المقادير عندي في الهون أحط إيه؟ أحط توم، أحط فلفل حار، أحط فلفل رومي، أحط 2 ليمونة أعصرهم، عندي طماطمتين أخد منهم اللحم، عندي كزبرة مفرومة، عندي شبت مفروم، عندي كيلو بطاطس هجيبها وأقطعها شرايح، عندي معلقتين خل، بعد كده عندي زيت ذرة، عندي كمون، وعندي شطة، وعندي ملح. ده بالنسبة لإيه؟ للحاجة بتاعتنا. وبعد كده عندي الصوص الأبيض بقى اللي أنا هحطها فيها، معلقتين زبدة ومعلقتين دقيق، وبعد كده عندي شوية كمون، وهنزود بس على صوص يا عم حمدي شوية جمبري صغيرين عشان هقطعهم مكعبات وهحمصهم مع الزبده الاول وانزل بالدقيق وبعد كده اللبن وهنبدا نحطهم على السمك من فوق. كل الكلام ده هيبقى في طاجن فالموضوع ان شاء الله هيبقى حلو جدا. تعالوا بقى نشوف اول حاجه عندي السمك. هقوم واخد السمكايه بتاعتي القاروص تكون فريش وحلوه وابدا افتحها عندي منين؟ من الظهر. يا ريت وانت بتقطعي السمك تكون السكينه حاميه وهي تاخدها مره واحده بس كده. من اي جنب انت عايزاه بس اهم حاجه ما تروحوش وتيجي بقى كتير عشان ما تهريش الايه اللحم. وصل لحد الاخر وتفتحيها كده تمام. وبعد كده تقومي جايه من عند الراس يا ام حمزه افتحيها لحد الراس. ازاي حضرتك يا ام حمزه؟ الحمد لله. ازيك انت يا شيف محمد؟ كله تمام الله يحفظك. الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ كل سنه طيب. وانت طيبه يا ست الكل الله يخليكي. صح لك اولادك الله يحفظك. كل سنه سعيد عليكي. شكرا على اللي انت بتعمله لنا. الله يخليك يا ست الكل. واقدم بس اهداء لاخواتي. اتفضلي يا فندم. اقدم لاحمد وعياله واقول كل سنه طيب اخر السنه الجديده. كل سنه هم طيبين جميعا. ام احمد ومحمود. ايوه كل سنه هم طيبين جميعا. ربنا يخليك يا فندم اشكرك. كل سنه وحضرتك طيبه. شكرا ليك وسنه سعيده على اللي انت بعت لهم الاهداءات دي كلهم. بص السمكيه بعد ما فتحتها هتبقى بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. طبعا القاروص بيبقى نضيف جدا ما شاء الله حاجه كده محترمه. نبدا نحطها هنا ونبدا نجيب نفس الموضوع ونبدا من الظهر. اهم حاجه انا شلت الخياشيم الاول يعني اول حاجه خالص بداتها. طبعا انا منضفها كويس، انا شايل الخياشيم كويس من جوه تمام زي ما حضرتك شايفه منضفها كويس. بجيب بظهر السكينه وبعد كده بشيل عندي الحروف دي كلها والزعانف دي كلها بشيلها. بعد كده بقوم جايب بالسكينه وتفتحيها على شكل اللي هو الشكل السنجاري بس من الظهر مش من البطن. ده اهم حاجه في الموضوع. خلي بالك ايدك. ام محمد ازاي حضرتك؟ الو ازيك يا ام محمد؟ الو ايوه ام محمد ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيخ محمد؟ كله تمام الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا فندم تسلمي. والله احنا بنحب كل اكلاتك وبنحبك هنا في سهاد. ربنا يخليك والله احسن ناس واطيب ناس. والله بنحبك قوي هنا في سوهاج كلنا والله وكل اكلاتك جميله. والله وانا بحبكوا اكتر. ربنا يحفظك تسلمي. ربنا يخليك يا رب يخليك اولادك. الله يخليك يا ست الكل وسلامي لكل. كل سنه وانت طيب. وسلامي لكل اهل سوهاج الطيبين المحترمين. الله يخليك. والله كان عندي سؤال بس يا بنتي كل ما تعمل الكيكه بتضغط منها. ليه بقى؟ انا شفتيها امبارح وانا عملتها؟ اي شفتها بس احنا الفرن هنا عندنا معلش عشان في الصعيد ما فيش الا ارقام. اه مش دش عادي ما فيش مشكله. انت ما هو عندك حضرتك هتلاقي في نقط محطوطه في الشعله. انت بقى النقط دي هتلاقي صغيره وكبيره انت تحطيها في النص. تحطي النقط على النقطه اللي في النص الاشاره بتاعتها عشان تجيب لك درجه حراره متوسطه بس. ماشي ماشي يا شيخ. فاهمه ازاي؟ يعني انت تخلي درجه حراره متوسطه وتدخلي الكيك بتاعك عادي. ماشي ماشي شكرا. تحت امرك تحت امرك. مع السلامه. فتحنا السمكيه وظبطنا الدنيا. نعمل ايه بقى؟ هجيب عندي البايركس الجميل ده ونحط عندي نبدا نعمل عندي البطاطس. هجيب بلانشه تانية طبعا
واجيب عندي البطاطس. يا ريت تبقى شرايح رفيعه زي ديت بقى. جربي الطواجن ده صدقوني مش هتندموا. يا ام محمد ازيك؟ الو. ايوه يا ام محمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اليوم اللي انا كلمتك فيه، ايوه، حضرتك كانوا منتخبينك انك تكون شيف العرب. صح؟ الله يحفظك يا ست الكل. اه ده انت كده قديمه فعلا. صح كده؟ ايوه صح. طيب يا ريت تنزل لي الكيكه قبل الكريسماس بكره. حاضر، من عينيا الاثنين. حاضر، انا متشكره قوي. تحت امرك، تحت امرك، في رعايه الله، مع السلامه. هاخد عندي البطاطس بعد ما قطعتها شرايح. تمام، يبقى اتفقنا نقدر نعمل الحاجات ديت باي نوع سمك. يعني في عندك انواع سمك كتير نقدر ان احنا نشتغل بيها. دينيس يبقى زي الفل. لوت سمك حلو جدا. طيب تعالوا بقى نشوف عندي التتبيله اللي انا هعملها له. اول حاجه عندي توم، نحطه عندي في الهون. ادي التوم، هجيب كام فص توم سليم ونبدا نضيفه عندي في الهون. وبعد كده عندي فلفل حامي، اتنين، طبعا تتبيله السمك بتتعمل في الهون بتبقى غير بصراحه يعني. ندق كويس الثوم مع الفلفل الاخضر، واحنا كده شويه كده شويه واحنا شغالين. اقوم ضايف عندي الليمون. يا احمد، الو. ايوه، ازيك يا شيف؟ ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ الحمد لله كويس، انا بحب حضرتك قوي. ربنا يخليك يا عم احمد، تسلم. إيه؟ انت عامل ايه؟ ايه الحاجات الحلوه اللي انت عاملها لنا دي يا باشا؟ اعملها لك واجيبها لك لحد عندك. ماشي، شكرا. حبيبي، بقول لحضرتك. دي كده بس يا عم احمد، معلش. معلش يا احمد، اتصل بينا تاني يا عم احمد. دقينا التوم، دقينا الفلفل الاخضر، حطينا عصير الليمون. بص، امشي واحده واحده كده في التتبيله عشان تطلعي من التتبيله بمزاج عالي. تمام، فالموضوع الهون ده بيطلع التتبيله غير الكبه. الكبه حاجه والهون حاجه، صدقيني ده يديكي نفس اعلى بكتير جدا، خصوصا في الاسماك. ماشي، شوية شبت يا باشا هنا. يا استاذة اسراء، الو، ازي حضرتك يا اخي محمد؟ ازي حضرتك يا فندم، اهلا بيك. الحمد لله، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ممكن اعرف طريقة الزلابية؟ الزلابية حاضر، انا اشرحها دلوقتي. حاضر، طيب شكرا لحضرتك. تحت امرك، تحت امرك يا ست الكل، شكرا ليكي. عليكم السلام. انت سألت عليها امبارح وهقولها دلوقتي برضو. حاضر. بص يا باشا، طماطم هقطعها مكعبات، وحطيت هنا بولة شبت، وحطينا كزبرة، وحطينا بقدونس، وأضيف عندي طماطم مكعبات صغيرة، ونقوم واخدينها كده وحطينا على البقدونس وحطينا على الشبت. ركز بقى في التتبيلة ديت. حلو، بعد كده فلفل أخضر، ده أهم حاجة الفلفل البلدي ده في التتبيلة، خصوصا الفلفل الصغير ده. نقوم واخدينها كده مقطعينها شوية، ونقوم واخدينها فين؟ على الهون، ونبدأ نقطع بالهون الفلفل الاخضر الرومي ده مع التوم مع الفلفل الحامي مع عصير الليمون. وهنا في البوله الثانيه ديت حطينا البقدونس والحاجات اللي هي السليمه الكبيره اللي هي مش هينفع تخش هنا في الهون، لان الهون بس خدت فيه الحاجات اللي هي الصغيره اللي ينفع تتفرم بس. بعد كده بعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عندي شويه شطه حاططهم هنا، شويه شطه صغيرين. بعد كده شويه كمون، سمك طبعا بحب كمون كتير. بعد كده عندي شويه من الخل، ادي الخل، خل الابيض. وبعد كده عندي شويه من زيت الذره اساسي طبعا. وبعد كده عندي شويه من الملح، وانت بتتبيلي التتبيله يا جماعه بتاعه السمك حاولي تزودي شويه ملح، لان السمكه كبيره، فحط في التتبيله شويه ملح زياده. واقوم واخد عندي التتبيله اللي انا حطيتها في الهون ديت على الحاجة اللي موجودة عندي هنا في البولة الكبيرة.
شغل بقى عالي وشغل فاخر وهيعجبك جدا ان شاء الله. يا يوسف ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا عم يوسف؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ انا بحبك جدا قوي يا شيخ. وانا بحبك يا عم يوسف جدا، ربنا يحفظك يا حبيب قلبي. امرني يا عم يوسف. عايز اعرف طريقة عمل البيتزا. البيتزا؟ حاضر يا حبيبي اشرحها لك. حاضر. شكرا يا عم يوسف. بص التتبيله ديت صدقيني والله هتعجبك جدا، ريحتها تحفه، الشبت مع البقدونس مع الكزبره مع الثوم مع الطماطم. هو انا هحط صوص على البشاميل دلوقتي؟ لا طبعا. بص بقى اللي جاي، تقوم واخده بقيه التتبيله ديت حطها فين؟ على البطاطس اللي عندي على البايركس. بص الكلام بقى ده، انت تاخدي اصلا شويه التتبيله دول وتحطيهم مع شويه ميه والله وتخدعيهم كده من غير سمك اللي هو البطاطس اللي انا عاملها دي. نعمل ايه بقى؟ شويه ميه صغيرين جدا من الكتل على البطاطس عشان يسوي تمام، ونظبط الملح بتاعها شويه ملح صغيرين، وبعد كده نقوم واخدين عندي السمك ده عيني على جمالك عم حمدي، ونقوم واخدين الكلام ده فين؟ ورايحين عندي على الفرن هيستوي شويه على ما نبدا نعمل الصوص الابيض. يا رقية ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام؟ تمام الحمد لله الحمد لله. اموريني يا حبيبتي. عاوز اعرف الكيكه بالشوكولاته. الايه؟ كيكه الشوكولاته. حاضر هقول لك عليها. حاضر. حاجه تانية يا رقية؟ حاجة تاني؟ والبيتزا بال البيتزا. حاضر، عندي البيتزا وعندي الزلابية والبيتزا والكيكة بالشوكولاتة. حاضر يا حبيبتي. مع السلامة. آدي صينية البطاطس من تحت تمام، السمك تمام التمام، ونبدأ اللي احنا نحطها عندي في الفرن على درجة حرارة عالية. يبقى أهم حاجة درجة حرارة عالية اللي تبقى موجودة في الفرن. نبدأ نقفل وبعد كده هناخد فاصل، بعد الفاصل هنبدأ نشتغل نعمل الصوص. عينيا يا باشا. يا سلام انت كده برضو بتظبطني يعني. ماشي. اول مره اجي اطلع فاصل، انا سمعتك وانت بتقول فاصل. تمام زي الفل. ماشي. من النوادر يعني الواحد يقول لمخرج فاصل يقول له لا استنى شويه، نوادر. تعالى بقى نعمل عندي الصوص الابيض. الصوص الابيض ازاي هنعمله؟ لسه السمك ده ما خلصش، السمك ده لسه هيطلع بعد خمس دقايق وهنبدا اللي احنا نضيف له الصوص الابيض اللي انا هعمله ده. نركز مع بعض. عندي اول حاجه هنا اجيب حله واحط فيها اللبن وندفيه عندي على النار، وعندي ووك تاني هنبدأ نضيفه كده، حط فيه معلقتين اتنين من الزبدة. بعد معلقتين الزبدة ما نضيفهم ويبدأوا يسيحوا هبدأ انزل عندي بالجمبري. جمبري مقشر هقطعه مكعبات صغيرة. ألم بس حاجتي الأول. طبعا في حاجات بتبقى جميلة قوي بموضوع الأسماك ده وصلنا للرواية. من أحد الحاجات اللي موجودة بنلاقي على طول في محلات الأسماك بنلاقي ازازة القرنفل اللي هي المية اللي بتتغلي مع القرنفل حوالي نص ساعة وبعد كده بتبدأ اللي هي تبرد تعبى في ازايز تمسحي بقى ايديكي بعد ما تبدأ تاكلي السمك مع الصابون. دي حكاية يعني بعد ما تخلصي دي بتشيل بصراحة أي زفارة. عندك حاجة تانية اللي هي عصير الليمون مع معلقة سكر. بتجيبي معلقة سكر صغيرة وتعصري عليها ليمونة تبدأي تدعكي ايدك كويس جدا، صدقيني مش هتلاقي زفارة خالص في الموضوع. هذا السيفن ده عشان يهدم بس. تمام بقى ايه، هجيب الجمبري بتاعنا واقطعه مكعبات صغيره عشان هبدا ان انا هاخد سوتيه مع الموضوع ده من غير اصلا اي توابل من غير اي حاجه.
عينيا يا باشا. ادي الجمبري بتاعنا هقطعه مكعبات. نقوم واخدينه ورايحين فين؟ على الزبده مشوحينه. فين؟ يعني في ايه؟ في حاجات من التتبيله باقيه فمش هرميها. في الهون نفسه اللي انا عملت بيه اهو نمسحها كده ونحطها مع الجمبري. شويه ثوم، بعد كده نعمل ايه بقى؟ هنقوم واخدين عندي اللبن ده بعد ما يغلي هنقوم ضايفين هنا دقيق الاول مع الجمبري، بس لسه اسيبه الاول يتشوح واحط هنا الدقيق اكني بعمل صوص بشاميل عادي جدا، واحط هنا ربع مكعب هقوم واخد عندي الدقيق لان ما بياخدش تسويه لان لسه هيخش الفرن. تمام، هنبدا ناخد عندي الحاجه ديت الدقيق هقلبه كويس مع الايه مع الزبده والمرق. دقيق مسك قدام حضرتك اهوت، اجيب مضرب سلك ونبدا ان احنا ننزل الحليب. وخليه يعمل صوص ابيض تقيل. حلو قوي كده. يغلي بقى على النار ويتقل ويبقى زي الصوص الابيض التقيل. بعد كده اقوم واخد له شويه كمون صغيرين. يلا بينا. على ما يتقل بقى هناخد فاصل. طيب رجعنا تاني بعد الفاصل. عملنا ايه بقى؟ شفت الصوص عامل ازاي؟ يعني يتاكل بشوكه كده او يتاكل بشويه عيش. بص عامل ازاي؟ لا ينفع على فكره يتعمل مع مكرونه. يعني بص السمك بتاعه عامل ازاي؟ بشاميل عادي بالجمبري، واخد بس واخد كمون، بس واخد شويه من التتبيله اللي في الهون عندي. الحاجات الباقيه اللي في الهون دي والله هي دي اصلا النفس بتاع الاكل. يعني ضفت حاجه بسيطه منها فادتني بصراحه طعم حلو جدا لها. حطينا معلقتين الزبده. بعد كده حطيت الجمبري قطعته مكعبات صغيره ما بياخدش سوى كتير عشان ما يشدش. وبعد كده حطينا نص مكعب من المرق. وبعد كده حطينا حاجه بسيطه جدا من التتبيله اللي انا حاططها بتاعت الهون للسمك. بعد كده خدنا اللبن حوالي لتر لبن وحطيناه هنا مع شويه كمون وشويه ملح. بص الصوص ده تاخديه مع شويه مكرونه بينا صغيرين وتحطيهم في طاجن وتبداي تحط عليهم الجبنه الموتزاريلا وتدخليهم الفرن. ده هيبقى برده حكايه. طيب السمك عندي غطيته هنا بفويل. هو انا ليه عملت كده؟ لان السمك مش موضوع السمك ده، موضوع البطاطس بقى. لان انت هتسيب السمك وهتمسكي بالبطاطس هتاكليها. بص الكلام، لو انا سبت من غير سيلفر السمك هيستوي قبل البطاطس. انا عايز اسوي البطاطس بصراحه فغطيتها بالسيلفر شويه صغيرين عشان بصي الغليان اللي تحت ده اهو قدام حضرتك تبدا البطاطس عندك تستوي. هبدا اطلعها بس في نهايه الفصل ده واشيل السيلفر من عليها وهبدا ان انا احط عليها الصوص الابيض بالجمبري ده ونبدا نحطها فين؟ في الفرن. طيب قبل ما نطلع الفصل بقى هنبدا نطلع السمك لان هو ما بياخدش سوا كتير. عشان نبدا نديله الصوص الابيض. يلا. قنبله يعني مش عايز اقول لك بقى الساجن ده يا جماعه لازم يتجرب. البطاطس خلاص بصي لو انا بصيت عندي لو انا جبت حته كده صغيره خلاص دخلت في السوى بتاعتها مش محتاجه سوى تاني. ده بقى نقوم واخدينه عندي شويه عايز بس الصوص بتاعي احله شويه كده اقلبه. وناخد عندي الصوص ده ونبدا نوزع عندي خلي بالك والنبي يا بوده. ناخد الصوص الابيض ده نوزعه هنا على السمك من فوق ندخله عند الفرن.
شغل رأس السنة ولا في الأحلام. أنا عملت لك، كنت المفروض إن أنا أعمل الحاجة ديت بكرة، لكن بصراحة مش هيبقى في وقت إن أنت تعملي حاجة لبكرة، أنا هعملها لك، لكن أنت تقدري تجيبي السمك النهاردة وتظبطيه وتبدأي تعمليه بكرة. بص الجمال عامل إزاي؟ شوية عيش بلدي لسه طالعين كده، ونبدأ نغمس الصوص ده، خلي بالك من السل. مش هنغطي بقى السمك لا خالص بقى، هنبدا ناخد الحاجه ديت من على الحروب بس كده ونظبطها، ومش هنغطي السمك، هياخد بس عندي وش، وهنبدا ان احنا نطلعه ونقدم احلى صينيه سمك أرز بالبطاطس بالصوص الابيض.